ما شاء الله. اوكي جريت. سو هيدا تشابتر 3 اللي حنحكي عنه، بما انه هيدا تشابتر في زميلي طارق هو كان عم يشتغل معي وقتها لما كنا عم نعمل ملخصات، في عنده ملخص لإله، فبعتقد انت عندك اياه مش هيك؟ بعت لي انت، انا قريت عنه هلا. اوكي ممتاز. لكن هيدا اللي حيكون اخر تشابتر انا عندي منه ملخص، وبعدين بنشوف شو بدنا نعمل بباقي التشابترز. اوكي هي اوكي يا، سو لنبلش هلا بهيدا التشابتر. هو بس تعرف كتير كتير مهم هذا الملخص يعني. هلا ما بعرف بدنا نعمل باقي تشابترز. بالضبط هلا الباقي التشابترز من يعني هدول البيسكس، نحن اول كم تشابتر هن اساسيات، وبعدين ان شاء الله بصيروا اهين. يعني انت كل ما ما في تفوت مشكلة. بالموليكولر اكثر كل ما تقدري it will be easier for you to comprehend الباقي ماشي اوكي التشابتر مش هيك؟ يلا. بيرفكت. لكن خلينا نحن نبلش بهذا التشابتر الكلونينج. انت شو بتعرفي عن الكلونينج قبل ما نبلش هيك بهذا التشابتر؟ يعني انه نحن ناخذ fragment of DNA، نعمل لها isolation ونرجع نعمل لها implantation ب ب كفاكتور ب كيف بدي اقول لك يعني ببلازمة، لا مش ببلازمة، يعني ب DNA تاني كبيرة، ونرجع نفوتها على البكتيريا او على الايكاريوت اليست او حيالله شيء اللي نحن بدنا ندرس فيه. يعني بدنا نعمل لها امبليفيكيشن كذا كذا نسخة او شيء هيك يعني لندرسها. اوكي كلامك يعني بتصير هايبريد، بس ناخدها ونزرعها بالمطرح ما بدنا. وما بعرف يعني لما نحن انا مش مشكلة. فهميتها يعني بصراحة، بس مش عم بعرف عم بعمل. هي الفكرة اللي انت كنت عم تقوليها بالضبط is exactly right actually. so انا عندي اللي كنت عم تقوليه صح، انا عندي فيكتور، وهيدا الفيكتور انا بدي اكون عم فوت عليه شو، انا بدي فوت عليه جين معين، انا هيدا الجين تبعيتي. اوكي اوكي هيدا الجين انا قصيته وحطيت، عملت لي انسيرجن لجوات هيدا الفيكتور ديل. اوكي هلا ممكن هيدا الفيكتور يكون عنده سترونج بروموتر، هيدا ممكن هذا الشيء ممكن يكون مهم بالنسبه لإلي، او انديوسبل بروموتر حسب انا شو بدي بالضبط من هيدا الكونستراكشن، اتس جوينت تو بي امبورتنت ديل. سو مثل ما اوكي انت كنت عم تقول حكيت مظبوط، انا لما اكون عم بدي اعمل كلونينج، قصدي بالكلونينج انا جبت فراجمنت وحطيتها جوات فيكتور، الهدف منها رح نشوفه نحن بهيدا الشابتر. اوكي اوكي great. So خلينا نفوت. So method of isolation and amplification of specific DNA fragments for experimental purposes. يعني انا لما اكون عم يعني انا واحد ممكن يجي يسال سؤال، طب انا ليش مثلا حطيتها لهيدي الفراجمنت تبعيتي جوات الفيكتور؟ طب انا ما فيني اعمل لها امبليفاي مثل ما هي؟ not necessarily. يعني هي الفكره مش هيك بتصير، الفكره انه انا اذا بدي اعمل لها isolation اول شيء بدي استخدم شو انا كرمال قص فراجمنت؟ اعتبري انا في عندي DNA extraction أو شيء. ايه اوكي بس كيف؟ يعني انا ممكن استخدم something that we have mentioned before، يعني في نحن كان لكتشر عن هذا الدرس عن هذا البوينت. ما فهمت السؤال. انا اذا عندي اعتبري انا في عندي ال DNA fragment موجوده بالجين أي طبعا وانا بدي اقصها، انا هيدا هو البارت اللي انا بدي اياه، هيدا البارت اللي هون اللي انا بدي اياه. أي قصدك كيف منشيلها؟ كيف انا بدي اخده لهيدا البارت؟ كيف بدي اقطع بهيدا اللوكيشن بالمحدد؟ بالريستريكشن انزيمز. اكزاكتلي سو انا بدي استخدم اثنين ريستريكشن انزيمز كرمال اقطع بمحلات معينه، كرمال انا شو يصير عندي بس الفراجمنت تبعيتي صح؟ اللي بدي ادرسه صح. اكزاكتلي وانا كرمال ادرسها لهيدا الفراجمنت شو بدي يكون عندي؟ انا هلا قصيت هيدا الفراجمنت بس في عندها بروموتر كرمال ينعمل لها اكسبريشن؟ ما في عندها بروموتر. لا ما عنده. جريت سو نحن كرمال وهلا في عندنا كذا شغله رح نستفيد نحن من الفيكتور فيها، بس وحده منهم هي البروموتر. اني واي سو بيسكلي نحن بنعمل ايزوليشن امبليفيكيشن فور سبيسيفيك فور اكسبيرمنتال بيربس لنعرف نحن لنستفيد منها. الايم how to study the sequence and function of the cloned molecules the cloning involves. انا لما اقول كلونينج فكره الكلونينج شو هي؟ هي عباره عن construction of hybrid DNA molecule able to self replicate in a host cell. شو يعني replicate and host cell؟ بالمبدأ أنا لما بدي أكون عم بعمل cloning أنا بدي أعمل amplify لهيدي الفراجمنت تبعي. علي بس أعطيني دقيقة بس لخبر أهلي إنه أنا بالأونلاين كلاس. بليز ما بدي إزعاج لأنه فاتحة صف أونلاين. أوكي.
ايه معك يلا. Alright. So انا بدي اعمل امبليفاي لهيدي الفراجمنت تبعيتي، الفراجمنت المعينه تبعيتي، فانا بحطها بفكتور. And احنا شو قلنا هلا؟ انه نحن we're going to be using DNA modifying enzymes مثل ال REs, the restriction enzymes والligase. حكينا انت الفكره الاساسيه انه انا بدي اعمل لها انسرشن، بدي استخدم restriction enzyme، راح كرمال يصير عندي الفراجمنت تبعيتي، صح؟ هيدي الفراجمنت. انا كرمال اعمل لها ligate لهيدي الفيكتور، شو بدي اكون عم بعمل؟ اذا فيكي تعطيني هيك مثل step by step process، انت هلا بالمختبر قالوا لك في عندك هيدي الفراجمنت بدك تحطيها جوات هيدا الفيكتور. شو بدك تعملي؟ بدي يكون عندي complementarity يعني بين ال enzyme صح و... لا لحظة خلينا نفوت step by step. يعني أنا بدي أستخدم restriction enzymes مش هيك؟ هون وهون بدهم يكونوا cohesive ends أفضل من ال blunt ends ما بعرف. great كثير منيح. so بدي يكون عندنا cohesive. رح نوصل لهم ليش شو قصدي ب cohesive وشو قصدنا ب blunt ends. طب غيرها، أنت هلا قلتي لي قصيت، أنا هلا صار عندي fragment تبعيتي، كيف بدي أعمل insertion هون؟ كيف بدي اعمل لها انسرشن؟ بعمل لها مثل شوك او شيء، يعني هاي ترانسفيكشن. الشوك رح نوصل لها، هيدي لما نكون نحن عم نعمل ترانسفورميشن، هيدي بعد ما نحن نعمل لها، بعد ما نحن يصير عندنا البلازما تبعنا. اوكي؟ فيك تحدد لي بالضبط شو السؤال؟ يعني انه ما هو حنستعمل اللايجيز. اوكي كثير منيح كثير منيح، بس بس انا هيدي بعد ما هيدي بعد ما مسكره، انا كيف بدي استخدم لايجيز؟ بدنا نكسرها بالأول. كيف بدي كسرها؟ بالrestriction enzymes. exactly. طب أنا كيف بدي أضمن إنه يكون عندي cohesive ends بين ال fragment تبعيتي وبين البلازما تبعي؟ بدي أستخدم enzyme. مش هيك؟ إذا أنا استخدمت نفس restriction enzyme. نفس restriction. بس أنا عندي آخر، مش هي restriction enzyme تقطع بمحل معين؟ يعني مثلاً خلينا نأخذ مثال هيك صغير. تكي بس خلينا ناخذ كاكزامبل الايكو ار 1 فور اكزامبل. اوكي هيدا ريستريكشن انزيم. شوفي هلا مثلا ريستريكشن انزيم كيف بكون عم يقطع، هو مش انه بس بيقطع باي مكان، بيقطع بمحل محل محدد. سو بيقطع بالجي تي تي سي وهيدا اللوكيشن بالذات. فاذا انا استخدمت نفس الريستريكشن انزيم فور بوث اندز، او بالاحرى يعني انا استخدمت فور اكزامبل ايكو ار 1 وبام اتش 1 للفراجمنت، ونفس الريستريكشن انزيمز استخدمتهم للفيكتور تبع، شو بده يصير؟ رح يصير في انا رح يتابعوا بعض كومبلمنتاريتي. بالضبط، اذا انا صار عندي كومبلمنتاريتي شو بده يصير؟ حطهم مع بعض سمبلي عشان ما نعقد الامور. انا قصيتهم بريستريكشن انزيمز للفراجمنت، صار عندي الفراجمنت، بقص نفس الريستريكشن انزيمز بستخدمهم كرمال الفيكتور تبعي، وبعدها شو بدي اعمل؟ بدي احطهم مع بعض وزيد دي ان اي ليجيز. اوكي اورايت هيدي هي. سو نحن بنصير بنكون نحن كرمال نحط فراجمنت جوات فيكتور، بقص بالريستريكشن انزيمز يكونوا ذات الشيء بين الفراجمنت وبين الفيكتور، وبعدين ام جوينت تو بي ادينج ليجيز. اذا هيك عشان شو بصير؟ انا عندي بصير انا عندي الفيكتور تبعي بلس الفراجمنت تبعي. اوكي صح نكفي. سو نحن عندنا library construction، سو نحن قلنا library nucleic acid extraction هيدا الفراجمنت تبعي. preparing vector for cloning، كيف انا شو قصدي انا preparing vector؟ عم بستخدم restriction enzyme. سهل الامور على حالك دغري ديل. اوكي joining the fragments by مين بده يعمل join the fragments دائما؟ ligase. great. introducing recombinant vector into host. اوكي رح نوصل لموضوع صح، هيك total bacteria مثلا او شيء host. هلا ممكن يكون الهوست هيومن، ممكن يكون سيلز. صح اوكي مش ضروري يكون بكتيريا، او مش ضروري. ممكن لما انا اقول عم بحط بلازما تبعيتي جوات بكتيريا بنحكي نحن عن ترانسفورميشن. اوكي هيدي ممكن الدكتور يعلق على الترمينولوجي فيها. سو انا في كلمات بدي اتذكرها اذا بدي اكتبهم. سو اول شغله في انا عندي الترانسفورميشن. شو يعني ترانسفورميشن؟ انا عم فوت البلازما تبعي جوات بكتيريا عشان يكتروا واعمل لهم اكستراكشن. هي اول واحد. هي ترانسفورميشن. الترانسفكشن انا عندي البلازميد، انا صار عندي كثير بلازميد وبدي فوت هدول البلازميد جوات الهوست. الهوست مش ضروري يكون بكتيريا. اوكي هون هي نقطه كثير مهمه، ممكن يكون مثلا سيلز انا بدي اعمل لهم ترانسفكشن. علي بدي اسالك سؤال هلا، نحن بنقول تيرم فيكتور لما يكون صرنا حاطين ال
الفراجمنت بقلب ال هيدا بقلب الفاكتور، ولا هي من قبل اسمها فاكتور بيكون؟ يعني هالحالتين بنسميها الفاكتور هو فاكتور. اعتبره مثل شو بدي اقول لك هو كذا نوع، هلا حنجي ناخذهم اكيد بعدين ما هيك؟ الفاكتور هو مثل اللي حامل هيدي الفراجمنت هو صح، الاساس ايه يعني فهمان اعتبره عليك، مثلا بس انا حتى قبل ما يحملها بس اكزاكتلي بنقول له فاكتور. ايه اكزاكتلي اوكي صح. جريت سو نحن بعد ما نعمل لها ترانسفكشن قلنا ترانسفكشن ذكريني هلا بعدنا ايه شو سألتني؟ ترانسفكشن أي ايه شو يعني ترانسفكشن؟ هي لما نعمل ترانسفير للفيكتور بقلب الهوست، جريت هيدا الهوست ممكن يكون هيومن سيل لاين ممكن يكون إذا عم كانسر نحكي سيل عن لاين بكتيريا بنقول ترانسفورميشن. اكزاكتلي بيبقى عندنا ثالث ترم اللي هو كمان كثير يس هو انفكشن بحال انا بدي اشوف التستنج مثلا الانفكشن لفيروس على السيل تبعوني اوكي اوكي انفكشن ايه سو عندنا ترانسفورميشن حط الفيكتور تبعي جوات فيكتور بلس بلس الانسرت الفراجمنت تبعيتي جوات بكتيريا لكترهم ثاني بوينت عندي الترانسفكشن الترانسفكشن انا عم بعمل اكن عم فوت البلازما تبعي جوات الخليه لشوف هي شو بتعمل اوكي ثالث شغله اوكي انا عندي الانفكشن اذا انا بدي اعمل انفكشن يوزنج فيروس فور اكزامبل هيدي بنسميها انفكشن فيكتورز دي ان اكستراكشن جيفز دي ان اي فراجمنتس موست اوف ذم لاك اوريجين اوف ريبليكيشن يعني انا كرمال اعمل ريبليكيشن نحن حكينا هلا انه شو يعني ترانسفورميشن الا الترانسفورميشن بنحط السل جوات الترانسفورميشن نحن بنحطها جوات بكتيريا مش هيك؟ اوكي والهدف من هيدا انه نحن نعمل لها امبليفاي بس شو يعني امبليفاي؟ تخيل اذا انا عندي بلازميد وحده يعني نكترهم. اكزاكتلي انا عندي هيدا البكتيريا تبعي وانا عندي بلازميد وحده اذا انا مش هيدا باي باينري فيشن باي باينري فيشن بده يعملوا ديفايد البكتيريا اي ليش انا بده يصير عندي اثنين بلازمت اذا هذا هو البلازمت اللي انا حطيته ليه بده يصيروا اثنين مش بدهم يعملوا ريبليكيشن صح جريت هلا انا بدي يكون في عندي شغله اسمها اوريجين اوف ريبليكيشن خليني احط احط لك صوره هون سو نحن عندنا الاوريجين اوف ريبليكيشن لقي له شوي صوره حلوه لكان ماركي هون اوكي هيدي ممتاز الصوره ممتاز الصوره صار احنا بيسكلي هيدا هو البلازما تبعنا انا ما بدي فوت هلا ارجع على الكورس انا بدي اشرح لك كل شيء موجود على هيدي على هيدي الايمج ونحن فعليا بنكون تقريبا خلصنا الشغل اوكي عادي مثل حيالة ريبليكيشن للدي ان اي بده اوريجين بيكون. اكزاكتلي انا بدي المطرح مطرح مطرح ما الريبليكيشن بدي يبلش وهيدا الشيء كثير مهم ليش؟ عشان اذا انا بالبكتيريا بدي اذا ما عملتش ريبليكيشن البكتيريا لما يصيروا اثنين رح يكون انا بس عندي وحده بلازمت وانا فعليا ما استفدت انا بدي كتر البلازمت تبعي هذا هدف الاساسي هون خلصنا احنا من الاوريجين اوف ريبليكيشن عندك فكره شو هو السلكتبل ماركر سلكتبل ماركر بعتقد هو بيدلنا على وجود الفراجمنت بالفيكتور. اكزاكتلي بالضبط نحن انا بدي اتاكد كيف انا بدي اتاكد انه الفراجمنت تبعيتي صار جوات الفيكتور تبعي او بالاحرى الاثنين صاروا موجودين مع بعض يعني انا هلا لما اطلع حكينا نحن انه الفراجمنت تبعيتي ما عنده اوريجين اوف ريبليكيشن ما عنده سيلكتبل ماركر شو يعني سيلكتبل ماركر سيلكتبل ماركر يعني عنده جين صغير بيعمل ريزيستنس ضد انتي بايوتيك معين هلا بقول لك ليش هذا الشيء مهم اعتبري انا مثلا هلا فات الفاكتور على البكتيريا واكيد جواته الانتي شو اللي بيضمن لي انا هلا عملت ترانسفورميشن انا حطيت ان احنا كلمه ترانسفورميشن انا حطيت البلازما جوات البكتيريا صح اوكي شو بيضمن لي انه فات جوات البكتيريا شو عنده ضمان انه السلكتبل ماركر اكزاكتلي السلكتبل ماركر هو الجين صغير لما ينعمل له اكسبريشن هو بيكون جوات الفيكتور باي ذا واي لا هيدا الشيء كثير مهم عشان يبين لي انه الفيكتور تبعي فات جوات البكتيريا اوكي هلا هون نحن ممكن نسال حالنا سؤال وسؤال بيطرح نفسه طب انا قلت لك هلا انه الجين اللي هي السلكتبل ماركر بكون وين بالانسرت ولا بالفيكتور بيكون بالفيكتور
اكزاكتلي الانسر تبعتنا بس السيكونس اللي انا بدي اياها، الفيكتور هو اه اللي الاوريجن اوف ريبليكيشن، البروموتر، السلكتبل ماركر وغيره ديل، والمالتيبل كلونينج سايت. سو انا هلا طب انا هلا قلت لك انه اذا فات الفيكتور لو جوات البكتيريا لكن انا حيصير في عندي لكن ات ويل سرفايف صح؟ عشان ات هاز سلكتبل ماركر. طب انا هيدا ما في مش انه بيضمن، شو اللي بيضمن لي انه الفراجمنت تبعيتي فاتت جواته لهيدا لهيدا الفيكتور؟ خليني ابسط لك اياها اكثر يمكن عشان توضح. بس انت شو قلت لي بيعمل ريزيستنس على ال يعني خلينا نعتبرها هيك، انا عندي هيدا الفيكتور تبعي وانا عندي هيدا الانسرت تبعي صح؟ وعندي هيدي هي البكتيريا، انا هيدا بليت مليان وحاطط انا جواته بكتيريا. اوكي او بالاحرى انا عملت لها ترانسفورميشن جوات بكتيريا وهيدا تيك سم تايم، وبعد ما اعمل لهم ترانسفورميشن بحطهم جوات هيدي. ان ثيوري انا هلا شو بده يصير في عندي؟ هيدا البلازميد جوات بكتيريا، هيدا البلازميد تبعي صار جوات لهيدي البكتيريا ورح يكبر مش هيك؟ اوكي بس انا قلت لك هلا انه السلكتبل ماركر وين موجود؟ بالفيكتور طب اذا كان بالبلازما شو اللي بيضمن لي انه انا الفيكتور تبعي او البكتيريا تبعي ما شكله هيك؟ يعني ما عندي الفراجمنت بالحالتين رح يكبر على على الميديوم صح؟ انا عشان السلكتبل اوكي ماركر تبعي هون اي عرفتي كيف؟ يعني انا هون بدي اتاكد انه الانسرت تبعي صار جوات الفيكتور تبعي، هذا الشيء كثير مهم. انا عشان ليكبر البكتيريا جوات الميديوم بس بده يكون عند الفيكتور موجود، حتى لو كان الفيكتور فاضي ما عند الانسرت. صح فنحن حكينا عشان من الاساس فيكتور بلس انسرت ليجيشن ترانسفورميشن لجوات بكتيريا، بس شو بيضمن لي انه انا الليجيشن ظبطت؟ يعني الانسرت صار جوات الفراجمنت. هيدي انا لازم اتاكد منها، لاتاكد منها بدي اكون عم كيف بعمل نال شغله. انا بكون عندي هيدي الفراجمنت وعندي هيدي الانسرت تبعي. شو بدي اعمل؟ انت بتعرفي يمكن اخذين انتو البي سي ار صح ولا مش اخذينها لسه؟ هي بالموليكيولر بس بتمرق معنا. اوكي. سو الفكره بالبي سي ار ما بدي اعقد الامور عشان بعتقد هو التشابتر الجاي، بس فكرتكم اوكي مش مريح. ما بيأثر. تعملي انت امبليفاي لهيدا السيكونس هون ولهيدا السيكونس هون. بتتذكري امبارح اذا انت حضرت اللكتشر كنا نحن عم نحكي عن الجل الكتروفوريسيس مش هيك؟ صراحة ما حضرتك كله. باخر بارت، باخر بارت باللكتشر كنا عم نحكي عن الجل. ايه انا ببين عندي قد ايه حجم الباند، قد ايه كم كيلو بيس او كم بيس صح. هن الفراجمنت تبعيتي. فاذا انا عملت امبليفاي انا كترت وعملت يعني البي سي ار هدفها اخذ مثل بارت صغير وكتر. نعمل امبليفيكيشن. اكزاكتلي لما اعمل امبليفاي كثير ببين انا عندي مثل باند هون، ببين عندي انه في شيء I detected something that is about 600 base pairs موجود. اوكي؟ ما بدي اعقد الامور اكثر من هيك، لا it is incredibly simple صدقيني it's very simple، بس هدول القصص الدقيقه اللي ضروري نكون نحن عارفينها. لنعمل هيك مثل summary صغير. The origin of replication كثير مهم كرمال هو يعمل replication للبلازميد. ليش؟ عشان اذا ما كان عندي origin of replication رح يصير في عندي dilution للبلازميد والبكتيريا ما رح يكتروا مع البلازمات تبعي، therefore كتروا على الفاضي. نحن هلا هدول فهمتهم يا علي، بس انت ما حتعقدها، انت اشرح لي اياه لانه وصلتنا الفكره شوي ناقصه يعني. اوكي تمام. كفيها ما بيأثر بفهمه. جريت، سو نحن عندنا هيدي البارت، انا هلا تاكدت انا تاكدت انه بين عندي انا بدي اتاكد انه حطيت هلا انا في شغله ما فهمت انه هو السلكتبل ماركر، فهمت انه هو ليبين لنا اذا في انسرشن مضبوطه للفراجمنت ولا إذا لا، فات بس كيف ما عرفت؟ لحظة، إذا فات الفيكتور ولا لا؟ إذا في انسرشن مضبوط. إيه بس أنت شو يعني البوسيبيليتيز يلي عندك؟ أنت عندك اثنين بوسيبيليتيز، يا فات الفيكتور مع الانسر يا فات الفيكتور لحاله، صح ولا لا؟ إيه كيف السلكتبل ماركر بخلينا ماركر أنا كيف بدي أتأكد إنه السلكتبل ماركر هيدا اللي فات؟ أنا هيدا اللي بهمني، هيدا ما بهمني أبدا. كيف بدي أتأكد؟ بدي أستخدم البي سي آر. هدف البي سي ار بالملخص بالاختصار هيك يعني باختصار شديد هدفه الاساسي انه يكون عم اعمل امبليفاي لفراجمنت معينه والفراجمنت انا بنقيها. فانا فيني انقي الفراجمنت تبعيتي كيف؟ بحط واحد من البرايمرز، البرايمرز هن يعني اذا بدك انا بستخدم اثنين برايمرز بالبي سي ار رح توضح لما اكون عم ناخذ هذا الشاب.
في انا عندي اثنين برايم، هدول البرايمرز هن مطرح ما راح يصير في عندي امبليفيكيشن، هيدا البارت وهيدا البارت راح ينعمل لهم امبليفاي، يعني هيك. اوكي انا بعرف انه هيدا البارت تقريبا 400 بيس بير مثلا، خلينا ناخذ كاكزامبل هو 400 بيس بير. ذيرفور انا عندي على الجل في عندي مثل ماركرز انه هيدا الباند 300، هيدا الباند 400، هيدا الباند 500. اذا اوكي معي انه في عندي باند على 400 يعني شغله، اول شغله انه الفيكتور تبع الفيت جوات البكتيريا وكتب. اوكي والشغله الثانيه اللي هي الاهم انه الانسر تبعي صار موجود جوا، عشان اذا انا كان عندي بس واحد، يعني مثلا بالكيس الثاني شو بده يكون فيه؟ برايمر واحد عم يعمل امبليفاي، ما عنده برايمر ثاني جاي هيك، صح؟ اوكي الثاني موجود جوات الانسر، هذا الفيكتور وهذا الانسر، انا ما عندي برايمر ثاني، اذا ما عندي برايمر ثاني ما راح يبين عندي اي باند. عرفتي كيف نحن فينا نفرق بين السيكونس يلي جوات الانسرت موجود جوات الفكتور والاثنين مع بعض صاروا جوات البكتيريا، والسيكونس يلي الفكتور موجود بس انا ما بدي اياه عشان ما في جوات الانسرت. بس هلا انا بعرف انه هيدا سيلكتبل ماركر، يعني من قبل عاملين عليه دراسه انه هو هيدا خاصه بالفراجمنت اللي عملت له انسرشن، يعني هن محددين قد ايه هو 400 بيس بير او شيء. نو سو الفكره انه الاول شيء قلت لك انه البرايمرز نحن بنحددهم، فنحن بنعرف قد ايه كم بيس بير بده يكون الفاينل. قصدي هو على اي اساس اخذ البرايمرز والفراجمنتس وعمل لهم امبليفيكيشن؟ بيرفكت كويشن. بلكي اخذ قطعه من الفكتور ما خاصه بالفراجمنت اللي نحن بدنا اياه. بوينت كثير منيح. يعني على اي اساس حدد البرايمرز هون واخذت برايمر هون شو بده يصير عندي؟ رح يصير في عندي امبليفيكيشن بالحالتين. هيك انا ما فيني اضمن ابدا انه الانسرت تبعي صار جواته للفكتور. عرفت كيف؟ حكيك على فكره مزبوط. انا لازم اتاكد لما اكون عم نقي البرايمرز، انا اللي بنقيهم للبرايمرز، فانا كيف بنقي؟ عشان انا اضمن انه الانسرت تبعي موجود والفكتور تبعي موجود، وين بدي احط؟ ايه كيف بنقيهم؟ واحد جوات الانسرت وواحد جوات الفكتور، اذا صار في عندي باند لكل الاثنين موجودين. وقلت لك اذا انا عندي بس 1 برايمر ما ببين عندي باند. ذيرفور انا بس الحاله يلي انا صار عندي الفكتور لازم يكون عندنا الاثنين برايمرز نحطهم ليبين الباند. اكزاكتلي exactly. ما انت اعتبري واذا واذا منه موجود الفراجمنت لو حطينا اثنين برايمر ما ببين هيدا الباند. اكزاكتلي ليش؟ عشان واحد رح يعلق والثاني ما رح يعلق عشان الانسرت اساسا منه موجود. عرفتي كيف؟ هون في نقطه كثير مهمه، الريستريكشن دايجيشن والليجيشن مش 100% efficient. يعني هو على كل الحالات حيبين باند، بس نحن بدنا نعرف قديش السايز تاعوله. لا بحاله الانسرت والجوات الفكتور ببين عندي باند، بحاله الفكتور ليش اذا بحال ليش ما ببين؟ عشان بالبي سي ار بده يكون انت عندك اثنين برايمرز، واحد جاي على اليمين وواحد جاي على الشمال، ديل؟ ايه. لما الاثنين يلتقوا بيعملوا بايندينج مع بعض، لما يعملوا بايندينج مع بعض ببينوا عندي على الفراجمنت. اعتبري انا بس عندي سيكونس واحد وهيدا السيكونس الثاني ما انه موجود. طيب على شو بتبين؟ ما هي الجل الالكتروفوريز ايه، بس شو اسمها هيدي فوق بيكون ولا مخص؟ ما هن مقسمين بس بعدني ما حفظتهم انا. ار وبي 1 وهيك شيء ما بعرف ولا ما ضروري نعرف. ما شو قصدك بالبي 1 والار؟ يعني شيء بيحدد لك الويت، شيء بيحدد لك الموبيليتي، هيدا السمير، شيء بيحدد لك هيك انه كل وحده لها شيء. هلا انا حكيت عن هيدا الشيء بريفلي باخر بارت من هذيك اللكشن. اوكي خلص هلا اذا ما ضروري اعرفها هلا اوكي يلا. لا هي كثير اذا بدك تحضر اخر 10 ساعه من اخر لكتشر حكيت انا عن انا برجع بحضر والديفرنت كيسز. اوكي صح اوكي خلص هيدي تقريبا فهمتها. اوه جريت، شو بعد عنا؟ الانسيرت جين. هلا انا بيجي بقول لك انه طب وين انا بدي احط علي بس سؤال بليز. هلا هي كلها فهمتها، بس السلكتبل ماركر بالضبط قلت لي شيء كلمه عن ريزيستنس بيكون عندهم، هيدي ما كفيت لي الفكره. ماي باد صح. اوكي سو انا هلا مثلا احكينا خليني افتح فايل جديد. هيدا هو البليت تبعي، هيدا البليت انا بحط عليه ميديوم كرمال يربو فيه بكتيريا
بس عندهم عندهم سلكشن ان هن they are resistant ان هن they are protected for example من كانامايسين، هيدا نوع انتي بايوتيك. اوكي اوكي الحلو انه انا لما اطلع على هيدي السيكونس هون السلكتبل ماركر هو الجين لشو؟ الجين بيعمل لي ريزيستنس للكانامايسين. عرفت كيف؟ فبس البكتيريا يلي بيقدروا يعملوا ريزيستنس ضد الكانامايسين بيعيشوا. ومين بيعطي هيدا الجين؟ الفيكتور يلي موجود عندي. الفيكتور بكون عنده هيدا الجين. فمين يعني انا هلا اذا ما كان عندي ريزيستنس شو رح يصير بالبكتيريا؟ رح يموتوا. فانا تاني نهار يعني انا بعمل ترانسفورميشن منطر لتاني نهار، تاني نهار بكونوا كتروا بكتيريا. كل البكتيريا اللي ماتوا ما كانوا ترانسفورم، ما كانوا جواتهم الفيكتور. واللي بقيوا يلي صاروا عايشين هون يلي ببينوا معي تاني يوم الصبح هدول شو بكونوا؟ هدول بكون فات جواتهم الفيكتور. وبما انه فات جواتهم الفيكتور انعمل اكسبريشن للسلكتبل ماركر جين، بما انه انعمل اكسبريشن هن صاروا ريزيستنت للكنمايسين. لحظه ضعت شوي، هلا هن بيكونوا فيهم البكتيريا من الاساس فيهم جين ريزيستبل لهيدا الانتي بايوتيك. مش البكتيريا، مش البكتيريا، الفيكتور بكون جواته الجين تبعت السلكتبل ماركر اللي يعملها ريزيستنت. الفيكتور يس. فعشان هيك انا مين اللي حيكون عم يعمل، مين انا اللي حيكون عم بخلي البكتيريا تضل عايشه؟ انه انا صار عندي الفيكتور، يعني انا عندي هيدا البكتيريا، هيدا البكتيريا بدون ما يكون بس انت قصدك الفيكتور مع الفراجمنت. لا الفراجمنت تبعيتي قلت لك الفراجمنت ما جواته شيء غير اللي انا بدي اياه. بس هيدي بتدلنا بس اذا صار في ترانسفورميشن للفاكتور مش للفراجمنت. بالضبط بالضبط، هذا اللي كنا عم نقوله. يعني ما بتساعدنا بقصه الفراجمنت هاي. فعشان هيك احنا بنرجع بنعمل بي سي ار. بالبي سي ار اوكي عندي الفراجمنت ولا لا؟ يعني انا هلا انت على فكره قلتك جمله كثير مهمه وفعليا هي ربطت كل الامور ببعض. انا اذا استخدمت سلكتبل ماركر البكتيريا كل اللي ربيوا البكتيريا هون عندهم مين؟ عندهم الفاكتور صح؟ عندهم الفاكتور اوكي. بس هل هيدا هل كلهم عندهم الانسر؟ الفراجمنت تبعي؟ لا ما هيدا بدها بي سي ار لنعرف. اكزاكتلي فنحن من وين البي سي ار؟ انا اذا بدي اعمل بي سي ار يعني نحن رح نحطهم مع سلكتبل ماركر ونحط معهم الانتي بايوتيك لحتى نشوف الفاكتور. اكزاكتلي سو الانتي بايوتيك بحطه بالبليت. هلا ما بعتقد رح يفوت بهذه التفاصيل اللي طيب اللي وين بتحط هيدي وين بتساوي هيك. بس انا لافهم السلكتبل ماركر شو هو. سو سلكتبل ماركر انا ولا شيء، انا مش بدي رب البكتيريا، بدي احط عليهم احط لهم شيء عشان يربوا عليه مثل الاكل. بهذا الاكل بهذا الميديوم انا بكون حاطط الانتي بايوتيك. اوكي اوكي جريت. بس طيب لحظه سؤال، ما هلا هن الفيكتور هو اللي عنده الريزيستبل جين، شو خاص السلكتبل ماركر؟ كثير منيح. هلا انا اللي انا وين الانسرت تبعيتي المفروض تكون جوا؟ يعني نحن هيدا عم نشوفه عم نقدر نشوفه نحن باللاب، يعني انه اذا ماتت البكتيريا ما رح تبين على الميكروسكوب اذا فيه، او حتى بالعين يعني على الميديوم اللي حاطينه. بدي افرجيك بليت كيف بكونوا بكتيريا، انه حيبين اذا صار في هيك ببين هيدا امبليفيكيشن للبكتيريا او لا. شايفتها انا بالله. بس هيدا شو اللي اوكي كثير منيح. نحن هلا عم نطلع على هيدا البليت ديل، خلينا هيدا رياليستيك اكثر هيك. انا بفكري انه سلكتبل ماركر هو شيء يعني بيخلينا نشوفها أوكي. يعني خليني لكون بس لوضح الامور. انا هلا عملت ترانسفورميشن. الترانسفورميشن كان عندي شغلتين، انا كان عندي الفيكتور تبعي والانسر. الفيكتور جواته السلكتبل ماركر، الفيكتور جواته الاوريجين اوف ريبليكيشن، والفيكتور جواته المالتيبل كلونينج سايت. عظيم اوكي ممتاز. سو انا صار عندي هيدا والكلهم مع الانسر تبعي، عملت لهم ترانسفورميشن لبكتيريا فعليا بالعربي. انا حطيتهم جوات البكتيريا، بعد ما احطهم جوات البكتيريا خليهم لتفوت البلازميد لجوا، وبعدين تحطهم على بليت. هيدا البليت بكون عليه انتي بايوتكس ديل. اوكي الفيكتور تبعي يلي انا استخدمته هو عنده جين بتخلي البكتيريا يربى هون. فانا بالمبدا البكتيريا ما في جواتهم البلازميد، برجع بقول لك ما في شيء باللاب هو 100% بصير. يعني انا قلت لك ريستريكشن دايجستشن والليجيشن مش دائما بتصير، عشان هيك بدنا نتاكد.
لفوت انا البلازمة جوات البكتيريا. اذا نحن بدنا نفكر ان ثيوري مزبوط 100%، انا لشو عم بعمل كل هيدا؟ اساسا هو موجود بس ان ذا لاب ما بيضمن. شو اللي بيضمن لي انه 100% فات؟ اوكي، سو انا صار عندي هلا الانسل بلس ذا فيكتور، فات جوات البكتيريا، البكتيريا حطيتهم على هيدا البليت اللي عم نشوفه هون اللي هو عليه سلكتبل ماركر اللي هو الانتي بايوتيك. كل البكتيريا كل كولوني هون، شايفي كل هدول النقط هن عباره مش اوكي بكتيريا وحده، هن مثل كولوني اوف بكتيريا. اوكي عظيم. اوكي كل وحده من هدول طيب في عندها فيكتور جواتها، بس انا ما بعرف اذا هيدا الفيكتور جواته الانسرت ولا لا، بس هيدي هي. صح. طيب هلا فيك تشرح لي المالتيبل كلونينج سايت؟ جريت، مالتيبل كلونينج سايت، عشان هيك من الاخر المالتيبل كلونينج سايت هو مطرح ما انا بحط الانسرت تبعك. خليني اعالج شوي. فيك تعد لي يا علي؟ المالتيبل كلونينج سايت هو انا مطرح ما بحط الانسرت تبعي. مش احنا كنا عم نقول هون وين مش كنا احنا عم نقول انه انا في عندي الفيكتور بدي احط الانسرت جواته، بدي استخدم ريستريكشن انزيمز وقص وحط الانسرت تبعي، اوكي صح؟ ايه اوكي جريت. سو خلينا نطلع اكزامبل. ممتاز، هيدي هي اللي بنفتش عليها. جريت، خلينا احنا نشوف مع بعض بس بهيدي. اذا انت بس فسري لي كل وحده قبل ما بديش فوت بالمالتيبل كلونينج سايت، قبل ما هيك بدي اضمن 100% عشان هيدي من اهم الافكار بالكلونينج. نحن شو شايفين الكان ار 2 هيدا شو؟ سلكتبل ماركر. شو بيعمل السلكتبل ماركر؟ بدلنا اذا في فيكتور ولا لا جوات وين؟ بكتيريا. جريت، وفين عن الاوريجن اوف ريبليكيشن؟ شو اهميته؟ الريبليكيشن للفيكتور. جريت، والبروموتر من اسمه بروموتر هو اللي بيعمل اكسبريشن لهدول كلهم، ديل؟ وبيبقى عندي المالتيبل كلونينج سايت اللي هو هون. المالتيبل كلونينج سايت مش نحن كنا قبل عم نقول كرمال فوت الانسرت جوات الفيكتور بدي استخدم ريستريكشن انزيمز؟ صح. المالتيبل كلونينج سايت هو المحل جوات الفيكتور يلي فيه كل هدول الريستريكشن انزيمز او الماجوريتي ريستريكشن انزيمز. اوكي اوكي اعتبري هو اذا يعني اول ما تسمع مالتيبل كلونينج سايت مطرح ما انا بعمل كلونينج. شو يعني كلونينج؟ عم فوت الانسرت جوات الفيكتور. هو المطرح مطرح ما بيكون في انا عندي ريستريكشن انزيمز كرمال انا اكون عم بعمل الكلونينج جواته. ديل؟ مش الحال؟ ايه اوكي جريت. اوكي ما بعرف وين صرنا هلا هون. سو نحن عندنا بلازمد از مور ذان 28 بنتريشن. ايه اوكي هلا كثير مهم نحن نعرف انه البلازمد هن من الكروموزوم الاليمنتس، يعني مش انه الجين تبعي موجود جوات الكروموزوم، لا فعليا هن مثل فيكتور. الفيكتور هو جواته كل شيء انا بدي اياه، او بالاحرى a small a couple of genes that are present that replicate independently of the chromosome. اوكي يعني هن منهم تابعين للكروموزوم فعليا، بيعملوا ريبليكيشن غير. كمان شغله مش قلنا نحن انه الانسرت والفيكتور وكل هالقصص، كل ما يكبر الفراجمنت تبعي. سوري علي بس فيك تعدل الاكسترا كروموزومال؟ يس سو انا ما كنت عم بحكي عن الكروموزوم الاليمنت، يعني الجينز يلي موجودين جوات الكروموزوم. اوكي في عندي كروموزوم 1 2 3 4 اتسترا. اوكي سو انا في عندي الجينز موجودين هون، عندي بروموترز، عندي كل شيء صح، بيعملوا ريبليكيشن اندبندنتلي اوف ماي اكسترا كروموزومال اليمنتس. من اسمهم هن بلازمتس جواتهم سيرتن جينز بيعملوا ريبليكيشن وبيعملوا اكسبريشن غير عن الكروموزوم، من اسمها اكسترا كروموزوم. اوكي سو كثير منيح. هلا البلازمد كثير مهم، اعرف انه انا لما كنت عم بحكي عن بلازمد قلنا انه بنحط الانسرت جوات الفراجمنت، كل ما يكبر هيدا الانسرت صعب، كل ما يكون اصعب انه انا اكون عم بعمل له شو اسمه اعمل له ترانسفكشن. ديل رح نوصل لبعض الترانسفكشن بعدين. سو الريبليكون كومبرايزز اي ريبليكيشن اوريجين سيكونس، هيدا حكينا عنه. عن سلكتبل ماركرز حكينا عنه، مالتيبل كلونينج سايت حكينا عنه، اكتف بروموتر حكينا عنه، والسكرينينج تول شو هن؟ شو سألتنا؟ سو نحن عندنا السكرينينج تول allows the recognition of colonies.
transformed with the vector and containing the insert. نعمل نحن by PCR. صح؟ صح. Great. So هيدا basically هيدا البارت اللي مهم. هيدا basic أنا بعتبرها من أهم الأيدياز يمكن بالمولكيولر بيولوجي كله. So bacteriophage. كيف ممكن نجيب أسئلة على يون هاودا؟ بعتقد يمكن إجا من سنتين هيدا السؤال إنه يمكن what are the different components in a plasm in a شو اسمه in a vector. تجي أنت شو بدك تقولي له multiple cloning site وشو أهميته السلكتبل مارك وشو أهميته شو بعد عندك أنت البروموتر وشو أهميته. أوكي عرفتي كيف؟ فممكن يجي سؤال إنه what are the different components of a vector. Deal? Okay. أي. نكفي. في عنا نحن البكتيريوفاج بكتيريوفاج جينوم. So نحن عنا by the way الفكتور يعني مثل it's a way of it's a way هو مثل vehicle. ما بعرف إذا فهمت علي. It's a vehicle that I use to my advantage. كان plasmid, كان بكتيريوفاج جينوم, cosmids, shuttle vectors, yak او back, وكل هاي دول رح نوصل لهم. هن طرق انا فيني استخدمهم كرمال اعمل اوكي. فوت نحن على البكتيريوفاج جينوم. شو يعني بكتيريوفاج؟ قبل ما نفوت بهال بارت. شو يعني بكتيريوفاج؟ يعني هود اللي بيعلقوا على السيرفس تعول البكتيريا و بيزرعوا الدي ان اي يعني مثلا مثل هو الفكتور بس يعلق على السيرفس تعول البكتيريا وبيزرع يمكن فيروس بيكون او شيء بفوت الدي ان اي تعولته بقلب بالضبط مش النيوكليس انا بقلبها للبكتيريا exactly. So اللي انت عم تقولي مظبوط 100%. So bacteriophage is a virus that infects mean bacteria. البكتيريا. Great. So كمان عنده different components. هدفه الأساسي أنا فوت ال sorry فوت أنا الجينوم تبعي. بس هو بغير لها الدي ان اي كله اللي لها يعني عشان هيك بنسميها فيج. مش ضروري. ممكن يكون عم يعمل insertion لبارت صغير جوات ال جوات ال البكتيريا الجينوم. و it uses it in order to replicate. رح نوصل لهذا الشيء. اوكي طيب. So it does not have all the properties of a plasmid. The vector consists of a modified version of the genome which always leads to the lytic cycle. شو يعني lytic cycle by the way؟ هيدي بركي ممكن تجد الاكزامبل. ما فهمت. lytic cycle انه في عندك انت بعض الفيروسز بفوتوا جوات الخليه بيعملوا replication كثير بيفقعوا الخليه بيرجعوا بيعملوا infect خليه ثانيه وهيك بهالطريقه. اوكي؟ هيدا هو اللايتك سايكل. بيسكلي بفوت الفيروس لجوات الجسم بغير بيعمل موديفيكيشنز. ممكن يعمل موديفيكيشن ممكن يعمل انسرشن. بيعمل موديفيكيشن للجينوم تبع البكتيريا وهيدا بصير بهيدا الموديفيكيشن بتخليه يصير يعمل ريبليكيشن. اوكي بعد ما يعمل ريبليكيشن بس So بصير بيعمل replication ولما يعمل replication بس ثانية يا عبي بس اوكي معك اوكي جريت So الفكرة من اللايتك سايكل اللايتك سايكل الفيروس بيفوت لجوات البكتيريا بغير شوي بالبكتيريا بالبكتيريا اللي هو عمل لها انفكشن بخليها تصير سسبتبل انه تعمل كثير كثير فيروسز وهيدول الفيروسز رح يفقعوا للخلية لما يفقعوا للبكتيريا شو بده يصير؟ رح هيدول الفيروسز يعملوا انفكشن لباقي البكتيريا اوكي؟ هذه هي الفكره يعني من اللايتك سايكل وهي يعني بيستفيد من البكتيريا لحتى يعمل ريبليكيشن الفيروس اكزاكتلي اكزاكتلي سو هاف كروس سايتس ذات انتراكت وذ ذا بروتينز ذات هاف باكجينج انتو كابسيدز نو سيلكتبل ماركت انا ما بيهمني انه يكون في سيلكتبل ماركت هي فعليا عشان الخلايا اساسا رح يموتوا
انا اللي بيهمني هون انه فيت انا عندي عم بيصير في انفكشن من البكتيريوفاج على البكتيريا. Different experimentally modified generations by modification of the original genome of this vector exists. مش كثير مهم فعليا. الكوزمز هن كايميرا كلونينج فيكتورز اكسبيرمنتال داين باي كومباينينج بين ذا فاجوسايتس وذ ذا بلازميد سيكونسز ادفانس از هاي كاباسيتي اوف ريسيفينج دي ان اي اند اوكي سو اللي عم نشوفه هون انه في نحن عندنا مثل لما نقول كايميرا يعني في عندنا مثل presence of two different things okay okay how is this important basically انا عندي مشكله بالبلازميدز بتتذكر البلازميدز مش دائما بكون عم بيقدروا يفوتوا فيكتور كبير اوكي ال 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 يعني سوري الانسرت كبير يعني انا اذا بدي فوت مثلا الانسرت جوات الفيكتور تبعي ليصير في انا عندي بلازميد ممكن تكون صغيره او ممكن اضطر تضل صغيره ففي نحن عندنا different modifications including the cosmids including the yak والباك ما بعرف اذا موجوده هون بس بتذكر هي الباك موجوده it allows you to have a bigger insert okay so advantage of cosmids is the high capacity of receiving DNA and their ability to be packed into capsids by in vitro encapsulation okay and delivered into the host cell by natural infection once inside the bacteria behave as plasmids نفس الشيء since they are going to be behaving like plasmids فكر فيها البلازميد انا عندي انسرت صغير الكوزميدز هن عندهم مثل كايميرا عندهم هن مثل في عندهم كاركترستكس بين البكتيريوفاجز وكاركترستكس بين البلازميدز الهدف الاساسي من الكوزميدز انه يقدروا يفوتوا انسرت اكبر من البلازميدز ديل كبر انا الكباسيتي تبعيتي كرمال فوت الانسرت الشاتل هلا الشاتل فيكتور هيدي اتس ا هيوج هيوج دومين يعني بس هون بعتقد ما فتنا كثير بالتفاصيل can be used in both bacteria and eukaryotic cells yeast unlike the previously described vectors circular DNA شو بدي يكون في انا عندي باي فيكتور شو بدي يكون عندي origin of replication origin of replication selectable promoter origin for DNA replication in yeast هيدا عشان انا بدي اعمل له انا بدي يكون عندي replication جوات اليست عن الايست سنترومير هون لو كنت لا يعني عشان بس بالايكاريوتس باليست يس الصراحه السي اي ام انا ممكن انت بتعرفي اكثر مني بهذا الشيء انا فعليا ما عارف يعني ما كثير بتفاصيل السي اي ام والايست جين انكودينج اند انزيم انكودينج فور يوراسيل سينثيسيس ما عارف هدول شو اي ويل تشيك وبرد لك خبر مخصوصه اوكي ما في مشكله او والبولي لينكر تو بيرفورم ذا انسرجن not provided with a replication origin in yeast, yet they replicate after the integration into the host cell genome, host chromosome. So basically, نحن هون حطينا the origin for replication في yeast, ونحن عنا replicable in the E. coli. الفكرة وما فيها إنه أنا بدي فوت الانسرت تبعي, and it is going to be replicating in yeast. This could be important for some experimental models. Okay. Yak. هو اذا بدك في عندك ال YAC او ال BAC ما بعتقد موجوده بالكتاب باي ذا واي بس في ما كان حاطها هون سو so هن الياك developed to receive and clone up to 1000 KB هي علي انت دققت اذا هيدا مطلوب او لا فينا نشوف هدول اشياء اساسيه ما تاكد اذا موجودين او مطلوبين ولا بس هدول اكيد مهمين خليني دقيقه بس اتاكد علم هو لاغي البكتيريوفاج والكوزمتس والشاتل فيكتور والياك لاغيهم كلهم ممتاز منيح ما فتناش كثير بتفاصيلهم لكن اللي نحن بهمنا نعرفه انه البلازمت والبلازمت صرت يعني حافظتين بعتقد which is good ايه اللايبرري اوف سي دي ان اي لما هو يعني سي دي ان اي شو يعني سي دي ان اي عندك فكره؟ يلا لحظه بس لحتى ارجع اطرح معك CDNA هن ال complementary DNA يعني أنه لما تعمل reverse transcription صح أنا شو الانزيم اللي بيخليني أعمل reverse transcription شي HRNAs أو شي هيك
لا الار ان ايز اتش والار ان ايز تي 1 هوليكي كرمال انا اقطع الار ان اي. كرمال اعمل ريفرس ترانسكريبشن، اسهل انزيم ممكن اتذكرها هي ريفرس ترانسكريبتيز. لا سهل، اوكي لا اعمل ريفرس ترانسكريبشن، انا بدي استخدم ريفرس ترانسكريبتيز. عظيم. سو يعني احنا عم نرجع عم ناخد الدي ان اي الاساسي الار ان اي بس عم بالريفرس برجع الدي ان اي. ترانسكريبشن. اوكي اوكي هيدي هي، انا لما بدي اعمل سي دي ان اي بريباريشن، شو يعني سي دي ان اي بريباريشن؟ اللي انا بدي اكون عم غير عم رجع الام ار ان اي تبعي، الار ان اي تبعي من انتو الامارة نايه. اكزاكتلي. هلا هون رح يكون في نحن عندنا شويه كاركترستكس، يعني انا ما رح يكون عندي بروموتر واتسترا، هدول هن مثلا فور اكزامبل كاركترستيك ديفرنسز بالسي دي ان اي. هلا this can be very important على فكره، عشان انا مثلا بدي، انا عندي الار ان اي سيكونس لشغله بعمل لها ريفرس ترانسكريبشن، وبعد الريفرس ترانسكريبشن شو فيني اعمل؟ مش فيني ارجع احطها بفكتور وارجع اعيد نفس اللي كنا نحن عم نعمله قبل، صار في دي ان اي. It became دي ان اي exactly. علي بس دقيقة عم يصلني اتصال بس So الفكرة بالريفرس ترانسكريبشن انه انا بدي استخدم ريفرس ترانسكريبتيز لحول الام ار ان اي تبعي لدي ان اي، وبعد ما يصير في عندي دي ان اي فيني اعمل له exactly what I did with the plasmids. بعتبره انا مثل اي طيب هون ال يعني شو السيركمستانسز اللي عنا هون انه ليه شو عطينا هن اوكي خلينا نحن نعتبر في عندي انا هيدي اللايبرري اوف سي دي ان اي، بيسكلي دي ان اي كومبلمنتري تو ام ار ان اي فروم ذا ريسبكتيف جينز. شو بدي يكون عندي؟ انا لما اكون عم بحكي عن دي ان اي، يعني في عندي بروموتر وفي عندي اب ستريم. هيدي خلينا اخذ هون عنا ام ار ان اي نحن بيكون ايه، بكون انا عندي الام ار ان اي، هيدي الام ار ان اي بده يكون ما عندها بروموتر وما عندها ريجولاتوري سيكونس. شو يعني ريجولاتوري سيكونسز؟ هيدي المفروض مرقه بالجينيتكس مالها. بكون في مثلا عندنا processing قصدك؟ لا ما انهانسرز مثلا، وهذا هالقصص هذا او الترانسكريبشن بايندينج سايتس عشان يقعدوا عليهم الترانسكريبشن واتسترا. سو اوكي لما انا احول من ار ان اي، هيدا نحن عم نحكي بالفراجمنت قبل ما نعمل له ولا بالفاكتور صرنا هون انا لسه ولا شيء، انا عندي هيدي الام ار ان اي بدي اعمل بدي احطها جوات فيكتور، ما فيني احط ار ان اي مثل ما هي جوات فيكتور. فسمبلي ما فينا حولها نحط دي ان الام ار اي. ان اي بدنا دي ان اي فشو بعمل؟ شو بستخدم؟ اي انزيم؟ ريفرس الترانسكريبتيز ريفرس ترانسكريبتيز اكزاكتلي. بعمل بعد ما انا اعمل ريفرس ترانسكريبتيز شو بده يصير عندي؟ بصير عندنا سي دي ان دي اي ان اي اللي هو سي دي ان اي كومبلمنتري دي ان اي اكزاكتلي. وانا بعد ما اعمل اوكي يصير عندي كومبلمنتري شو دي ان اي، شو بدي اعمل؟ انسرشن جوات الفيكتور انسرشن مثل ما كنا عم اوكي نحكي كل الفيكتورز اللي حكينا عنها قبل. نرجع للموضوع، ليجيشن كان كان كوهيسيف اندز او بلانت اند، اكيد هاير افشنسي مع الكوهيسيف. Necessary to add all the experimentaries and linkers which contain suitable restriction sites. Ligation can add linkers to both sites. هيدول بحال نحن احتجنا انه يكون في عندنا restriction sites معينين. Transfection. هيدي الترانسفكشن يلي هو فعليا هون محطوط بروتوكول، انا ما بدي فوت بالبروتوكول. ليك بس هو بجسم الانسان او بالبكتيريا او حيالله شيء بيصير في هيدا الريفرس ترانسكريبشن هلا لحظه في عندنا هيدا الانزيم موجود اكشلي بالهيومنز، ايه في عندنا ريفرس ترانسكريبشن بتصير. بالاذر سبيشيز اي دونت نو صراحه، ذاتس ا جود كويشن، اي دونت نو، ما عندي فكره، بس ذات بي انترستنج، I'll check it later. اوكي بس بالهيومنز ايه it is present. ترانسفكشن اوف بكتيريا، فيك تذكريني هيك باختصار شديد، هيدي ما بحبها كلمه ترانسفكشن، هي فعليا ترانسفورميشن. فيك تذكريني شو قصدي باي ترانسفورميشن؟ يعني انا ندخل الفيكتور على البكتيريا. جريت هيدي هي. سو هيدي لما قلت لك انا الالكتروبوريشن او الشوك اكزاكتلي هيت شوك. سو شو قصدي انا الالكتروبوريشن؟ القصه وما فيها انه الالكتروبوريشن رح يكون عم يعطي مثل الكتريكال سيجنالز، وهدول الكتريكال سيجنالز رح يخلي ال ما بعرف كيف بقولها هيك بالعربي، بس حيصير في نحن عندنا بورز موجودين جوات البكتيريا سيل وول، ثيرفور رح يقدر يفوت جوات البلازما. عرفت كيف؟ هي اكسبيرمنت منا صعبه ابدا، في عندي كيميكال ترانسفورميشن بتكون عم تعمل هذا الشيء. اوكي؟ صح هذه صح.
سو نحن هاي فولتج الكتريك فيلد، هيدي الفكره منها. كيميكال ترانسفورميشن يوز اوف كومبتنت بكتيريا تو هايبوتونيك سوليوشن. شنو هايبوتونيك هلا سوليوشن؟ اذا ما فيهم شيء صعب هودي انا بحفظهم حفظ، ما يعني بدها اذا ما شيء، فيهم كثير ما بدها شيء شيء. اوكي لا لك ما يخالف. عشان بسط لك اياها، بكتيريا، البكتيريا انا بدي افتح البورز تبعتهم كرمال فوت البلازمز. اذا انا حطيت البلازمز اوكي جوات البكتيريا وما كانوا مفتحين البورز، البلازمز ما راح يقدروا يفوتوا. ما Therefore راح بدها يفوتوا. شيء. اوكي سكرينينج، سكرينينج اوكي انت صرت بتعرف فيها اكثر مني. شو يعني انا كيف بدي اعمل سكرينينج؟ كيف انا بدي اتاكد انه الانسرت تبعي بي سي ار اكزاكتلي البي سي ار والبرايمرز؟ انا في عندي اثنين، برايمر بده يكون وين وبرايمر بده يكون وين؟ برايمر بالفكتور العادي برايمر بالفراجمنت جريت، وهيك انا بتاكد اذا بين عندي فراجمنت رح يكون باند. انا جارانتيد 100% انه انا في عندي الانسرت بلس ذا فيكتور موجود جوات البكتيريا. عظيم ممتاز. اوكي امبليفيكيشن، ذا ايدنتيفايد كولونيز ار بيكت اب. هون احنا خلصنا، انا تاكدت انه في عندك اربع اشياء. اول شغله، اول شيء الانسرت حطيته جوات الفيكتور باي ريستريكشن انزيمز. بعد ما حطيت انا الانسرت جوات الفيكتور باي ريستريكشن انزيمز بحط لايجيز عشان اعمل لايجيز للفراجمنتس. نكست انا بدي اعمل ترانسفورميشن، يعني عم حط الفيكتور تبعي بلس ماي انسرت انسايد ماي بكتيريا. كرمال صح. فتح الرسومات يلي موجودين انسايد ذا بكتيريا بدي استخدم يا الكتروبوريشن يا بدي يكون عم بعطي الكتريكال سيجنالز، مش هيك؟ الكتروبوريشن او بدي يكون اوكي عندي انا كيميكال عم بستخدمه كرمال يعمل اوبننج اوف ذا بورت. نكست اوكي هلا انه انا بمجرد ما فات الفيكتور تبع جوات البكتيريا انا بدي اول شيء احطهم على ميديوم، وهيدول الميديوم يكون في عندهم سيلكتبل سلكتبل ماركر. يعني انا عندي انتي بايوتكس السيلكتبل ماركر جوات الفيكتور، اذا صح فعلت انا صار في عندي الفيكتور جوات البكتيريا شو بده يصير؟ اكسبريشن amplification للبكتيريا expression للبكتيريا اكزاكتلي اكسبريشن للبكتيريا، اكسبريشن للريزيستنس جين، ثيرفور ما راح يموتوا على الميديوم. طب انا هلا اوكي بين عندي بعدين نعمل كولونيز screening اكزاكتلي باخذ انا هدول البكتيريا بعمل لهم سكريننج باي بي سي ار لاتاكد انا عشان على الكولوني على البليت انا عندي على بكتيريا fragment. بس انا عندي الفيكتور، بعمل سكريننج بحط برايمر على الفراجمنت برايمر على الفيكتور. انا بمجرد ما بين عندي فراجمنت على ال انا عم بعمل ريكورد، بمجرد ما انا يبين عندي فراجمنت على الجل انا بكون تاكدت انه اي هاف ماي فراجمنت اند ماي فيكتور انسايد ذا بكتيريا، هيك انا بكون خلصت هذا البوينت. ديل؟ اوكي واضح في شيء هيك وهيك؟ لا واضح. بيرفكت. سو خلينا نفوت نحن على الجينوميك. الجينوميك لايبرري كومبرايزز اول جينوميك سيكونسز، ات داز نوت ستارت فروم ار ان اي، ات از سيت اوف كلونز كارينج ريستريكشن فراجمنتس بروديوس باي كليفج اوف ذا انتاير جينوم. Genomic, okay, mal digestion and insertion. Genomic timing is exact software in order to avoid the shearing. Mal digestion produces overlapping DNA fragments of the it is performed by the using, okay. How do ما قريته؟ هيدول يعني هون عم بتطلع انه جينوميك لايبرري. هلا نحن اذا فور اكزامبل بدي انا اخذ فراجمنت صغيره، هيدا الفراجمنت صغيره ما راح تكون عم تسبب لي هيدا الشيء اللي نحن عم نشوفه هون. شايفه هيدا البارت اللي هون؟ هيدا البارت فعليا اللي حيصير لما انا يكون عندي فراجمنت كثير كبير، وهيدا الفراجمنت تكسرت كثير، ذيرفور انا عندي فراجمنتس من كل الاحجام. ديل؟ اوكي لما انا يكون عندي فراجمنت 400 500 بيصير راح يبينوا مثل هيدا اللي هون، مثل هيدا اللي هون، شفت كيف؟ فهون القصه وما فيها اللي هن عم بيحاولوا يعملوا عم يشيلوا الجينوميك. لما انا اقول جينوميك دي ان اي انا عم ياخذوا كل الجينوم عم يعملوا له digestion using restriction enzymes، وهيدا digestion using restriction enzymes رح يبين عندي هيدا السمير. هيدا نحن بنسميه سمير، يعني مثل ما بفسر بس انه it's like اكنك انت شو بعرفني حطيتي spread شوكولاته بعرف وحطيتيه على الساندويتش، اي سبريد ات، عرفتي كيف؟ اتس سمير. بتبين مثل مشحه كبير يعني ما واضح منها شيء. اكزاكتلي وهيدا انه انا اذا استخدمت ريستريكشن انزيمز شو اسمه ريستريكشن انزيمز اجمالا اجمالا نحن هلا ما بعرف انا هيدا بنقدر ندرسه يعني؟ هلا يو مايت بي ايبل تو ستدي ات، انا بس شخصيا ما اشتغلت فيه وما بعرف شو ممكن نستفيد منه. I feel like هو شو حاكي عنه؟ The story that gives the best range for DNA synthesis. Okay. It's mildly digested with the same restriction enzymes. Mild digestion produces overlapping DNA fragments having different sizes. Okay. Okay. Okay.
ما بعرف اذا نحن كنا بدنا ندرس سيكونس معين، فراجمنت معين بالجينوم بدنا ندرسه، كرمال ندرسه بدنا نعمل له انسرشن جوات البكتيريا، جوات الفيج لامدا اللي هو بكتيريا فيج. ممكن يعني فينا نفكر فيها انه انا عندي الجينوميك دي ان اي، هذا الجينوميك دي ان اي استخدمت كذا ريستريكشن انزيم، قطعته، بعد ما اقطعه باخذ فراجمنت معينه كرمال ادرسها. لا ادرسها وين بدي احطها؟ جوات بكتيريا فيج، وهو هذا اللي حيكون عم يعمل لي it's going to be important. هلا هيدا المفروض تكون followed exactly. هيدا لازم يكون في نحن عندنا in vitro. شنو in vitro؟ عندك فكرة قبل ما نكفي؟ ان فيترو يعني باللاب. Exactly in the cells. بس مش بال يعني انا لما اكون عم بحكي in vitro يعني مش انه انا جبت for example جبت انا فاره ومثلا عملت لها injection بشيء، هذا بصير in vivo. ان اوكي؟ فيفو يعني بالجسم. اكزاكتلي exactly. صرنا لما كنا عم بحكي ان فيترو ان انا عندي خلايا حطيتهم على بليت وعملت لهم انفكشن وعم شوف انا شو عم بصير معي. ديل؟ سو علي لحظة بدك في عنا الان فيترو details are not required. اوكي شو اللي ريكوايرد؟ وفي بالترانسفكشن كمان الديتيلز نوت ريكوايرد، يعني هيدا اللي قلت لي انه كثير شارحين فيها. ايه هيدي اللي الدكتور رح شوي يحط لك بروتوكول. جينوميك لايبراري مطلوبة، مايل دايجستشن اند انسرشن، اوكي الكلير بلاكو سيلكشن اند سكرينينج مطلوبة، واخر اثنين لا بيبقى الار فين ان اي الاخر اثنين؟ كلونينج. لاحظ يعني في عندنا سلكشن باي فانكشنال، السلكشن باي فانكشنال كومبلمنتيشن، سلكشن باي فانكشنال كومبلمنتيشن كاركترايزنج اوكي اند يوزنج كلون دي ان اي، عظيم يعني خلي بنركز على الار ان اي كلونينج اخر شيء. عظيم تمام. لكن خلينا نحن نكفي بالسلكشن اند سكرينينج قبل ما نفوت نحن على ال اوكي البارت هيدا. هاي بيسكلي نحن عندنا سلكشن سوري الكلير بلاكس، the encapsulation viral encapsulated encapsidated viral particles carrying the diverse genomic fragments are spread on many dishes containing the bacterial lawns. اوكي سو اعتبري انت فكري فيها هيك، انا عندي هلا البكتيريوفاج هو فيروس اللي مش هيك، وفي عندنا هيدول فيروسز بيعملوا انفكشن لبكتيريا. سو بيسكلي انا شو اللي عملته هلا؟ انا هلا بدي اعمل انفكشن يوزنج ماي فيروسز لبكتيريا كرمال شوف شو الفانكشن تبع هيدول الجينوميك فراجمنتس. Because the medium is semi-solid, the released viral particles infect just the neighboring bacteria so that a clear plaque appears at the place of every viral particle. Plaque corresponds to broken cells and a colony of phages carrying exactly the same recombinant DNA. يعني مش نحن قلنا انه هيدا الفيروس صار في نحن عندنا هيدا الجينوميك دي ان اي وهيدا الفيروس رح يروح يعمل انفكشن لمين؟ لبكتيريا. انا اذا اعتبري حطيته لهيدا الفيروس هون على هيدا البارت على هيدا الكولوني شو بده يصير؟ رح يعمل انفكشن لهيدا البكتيريا، ولما يعمل انفكشن لهيدا البكتيريا مش البكتيريا رح تصير تكثر الجينوميك فراجمنت تبعيتي؟ اوكي بعد ما يعمل بعد ما يكثر شو بده يصير؟ البلاك البلاك يعني ماتت، يعني انا الفيروس تبعي فات لجوات البكتيريا عملت ريبليكيشن قتلها وصار في انا عندي broken cells and a colony of phages carrying exactly the same recombinant DNA. وين هي الصورة؟ recombinant DNA هو الفيكتور؟ recombinant DNA هو الفيكتور طبعا exactly، يعني هو الفراجمنت تبعت اللي انا بدي ادرسها. مش تتذكر okay. ما كنا عم نقول بالبكتيريوفاجز انه الفيروس رح يعمل انفكشن لبكتيريا ولما يفوت جوات البكتيريا بكتر حاله وبيفقع الخليه ليطلع يعمل انفكشن لسيلز ثانيه؟ اه اكزاكتلي هذه هي الفكره هون. فانا كيف انت انا هون لما يبين عندي انه في عندي خلايا ميته شو يعني؟ بس هيدي ليش حاطها ضمن الجينوميك؟ هيدي اذا انت مثلا بدك بدك انت يكون عندك هيدول انت بدك تكثر البكتيريا تبعك بدك تكثريهم بهيدا يعني هون ما عم يدرس فيكتور صغير او شيء هو عم يدرس جينوميك فراجمنت. انا اول ما تسمع كلمه الجينوميك فكري ب ب ب بيس بيرز اكثر بفراجمنتس اكبر اوكي ايه فهمان انه هو عنده الدي ان اي الكبير يعني اكزاكتلي سو نحن عندنا الفراجمنت حطيناها جوات بكتيريوفاج البكتيريوفاج انا دائما على فكره لما كنت عم بدرس هيك قصص بحب ارسم هيك خرائط صغيره سو مثلا
سو انا في عندي هيدا البلازمت، هيدا البلازمت تبعيتي او هيدا الفراجمنت تبعي بالاحرى، حطيته جوات جوات بكتيريوفيج. اوكي حطيته جوات بكتيريوفيج، لما احطه جوات البكتيريوفيج بعدين هيدا رح نكون نحن عم نعمل انفكشن. بتتذكر الترمينولوجي انفكشن لبكتيريا؟ لما اعمل انفكشن لبكتيريا الفيروس رح يفوت لجوه، بدل واحد رح يصير اثنين وثلاثه واربعه وخمسه وعشره، بيفقع الخليه. لما يفقع الخليه شو بده يصير؟ كل الفيروسز رح يطلعوا وبيعملوا انفكشن لسيلز ثانيه، لبكتيريا ثانيه. طيب هون شو بيكون عم يدرس؟ هون هو هدفه انه يكثر الفيروسز يلي عندهم هذا الجينوميك فراجمنت تبعي. اوكي انا ما فيني اعمل هذا الشيء جوات فيكتور عادي، ليش؟ عشان قلت لك انه مثلا البلازمد ما بيحمل انه يكون عندي فراجمنت كبيره. انت رح توصل لمكان معين انه البلازمد رح توصل ما عادش رح تقدر تحطي هذا الفراجمنت جواته، والترانسفكشن ما رح تكون افيشنت. اوكي فهيدي الطريقه تاني انا ممكن استخدمها. يعني مثلا بالاكزام بيجي بيقول لك انا هلا بدي ادرس فراجمنت صغيره ريلاتيفلي اتس شورت، انا فيني استخدم البلازمنت. قال لك مثلا انا بدي استخدم فراجمنت كبيره، بجيب هيدا الجينوميك دي ان اي بقصقصه يوزنج ريستريكشن انزيمز، ببين انا عندي السمير، باخذ الفراجمنت تبعيتي بعمل لها بعمل لها انسيرشن انسايد فيروسز اللي هو البكتيريوفيج، والبكتيريوفيج بتعمل انفكشن لبكتيريا بتكتر حالها، وانا صار عندي كثير فيروسز عندهم هيدا الدي ان اي. واضحه؟ هلا هو بشكل عام بالساينس يعني لما يكون عم يدرس شيء هيك فايرال انه شو بيكون هدفه؟ ايه عم بقول لك هون انا هدف اساسي انه اكون عم بدرس الجينوميك فراجمنت اللي انا نقيتها. مثل ما قبل انا كنت عم بدرس الانسيرشن الفراجمنت الصغيره تبعيتي للجين تبعي، هون عم بدرس بس از بيجر سكيل. عم يدرس تعاطي الفيروس مش تعاطي البكتيريا هو صح؟ لا لا عم ستادينج ذا جينوميك فراجمنت اللي انا حطيتها. خلينا نربط كل القصص ببعض نحن هون عشان وير لوزينج تراك. تتذكري هون نحن قلنا الجينوميك لا بس بليات شوي هي الجينوميك هو عم بحطها بالفيروس بعدين عم يعمل انفكشن للبكتيريا. جبت لي جينوم قصيتها بريستريكشن فراجمنت، بين عندي هذا الريزلت، اخذت لي فراجمنت اللي انا بدي اياهم. طيب هيدي من وين جايبها؟ شو من وين جايبها؟ الجينوم من وين جايبها؟ مصدرها هيلايزد اي سيل اند اخذ لي اكستراكتد ذا جينوميك دي ان اي. اتس بوسيبل. انت لما تكسري خليه مش انت عندك بكل خليه بجسمنا في عندنا كل الجينوم بكل خليه؟ اوكي فهو بيقتل بياكل اي خليه صح اكيد. ايه اكزاكتلي exactly. فهو بيقتل. نحن اصلا ما عندنا بلازمات يعني الانسان عند هيدي بالبكتيريا هلا عن as far as I know عندنا نحن؟ ما بعرف انا ما عندنا بعتقد بلا ما في human DNA can be attached appropriate elements do not contain plasmids. جيدة. Okay, I did not know that. أنا كنت فكر إنه we do have plasmids. Good point. No, man. Thanks for that. Okay, so basically, هيدي الفكرة. أنا بس هون عم بدرس as a wider scale. يعني بالإكزام قال لك أنا عم بشتغل على plasmid على insert صغيرة بستخدم plasmid. على الجينوميك دي ان اي شو بستخدم؟ الجينوميك لايبرري. كرمال اعمل جينوميك لايبرري باخذ كل الجينوم بقصقصه بحطه جوات فيروس بحطه جوات بكتيريا، صار عندي كثير فيروسز فينا ندرسه. اوكي هلا كرمال انا اعمل سكريننج فعليا هون اي كان يوز بروبز. البروب يعني هيك انت بعتقد اخذ شيء الساذرن بلوتينج اخذناه يمكن بالاميونولوجي اخر شيء صح مزبوط مزبوط اخذنا بالامبيولوجي بس مش كثير نحن وقتها هذيك السنه كان عم يختصروا كثير اخطر شيء اعطتنا الاليزا. اوكي ستاذرن بلوتينج باختصار كثير شديد انا بعمل اموبلايز لفراجمنت انا معين انا بدي ادرسها بدي اشوف اذا هي موجوده ولا لا. يعني انا عندي هذا الفراجمنت اللي انا بدي اتاكد اذا هو اللي انا عم فكر فيه ولا لا. شو بعمل؟ بجيب شيء اسمه بروب. هذا البروب بيكون هو عباره عن هو بيكون دبل ستراندد. هيدا الدبل ستراندد فراجمنت بيكون من اللي هيك كل النيوكليوتايدز هو كومبلمنتري للفراجمنت تبعيتي او انا بعتقد انه هي الفراجمنت تبعيتي. اوكي اند اتس فلوريسنت بكون عنده هو مثل هيك اللون عشان يعطينا اكسبريشن عشان يضوي.
اذا دواء. عمل بايندينج على الفراجمنت تبعيتي لكان اذا كان هذا هو الفراجمنت اللي انا عم فكر فيه. سو هي الطريقه اوكي اللي انا فيني اتاكد انه this is the fragment of interest، هيدي الفراجمنت اللي انا بدي اياها. اوكي اوكي شو عندنا؟ عندنا ال RNA cloning. RNA can be cloned. هيدي ما كنت على فكره عارف انه بناخذ نحن هون الرنوت، هيدي اخذتها بالانتوج. ال RNA cloning on the African into corresponding DNA. ال expression vector، اوكي هيدي الرن اوف. صراحة عم بحاول اتذكرها يعني بس اعطيني دقيقتين بس. ايه ولا يهمك. فكرة ال RNA cloning هيدي نحن حكينا عنها بهداك التشابتر كمان هيك بس بريفو، وحتى اول هيدا التشابتر بريفو. الفكره انه نحن ما فينا اجمالا نعمل كلونينج ل ار ان اي، صح؟ بدنا نحولها ل دي ان اي، وهيدا الدي ان اي نرجع نعمل له ترانسكربشن عشان نرجع الار ان اي تبعي. بس ذكريني انا مين هو الريستريكشن الانزيم اللي مش ريستريكشن انزيم، الانزيم يلي بحول الار ان اي لدي ان اي. ريفرس ترانسكريبتيز. جريت، سو انا عندي هلا الار ان اي كان بي كلوند اونلي افتر كلونينج اوف ذا كورسبوندينج دي ان اي، يعني run of in vitro transcription process, development of RNA, sorry, RNA synthesis in vitro from cloned DNA. كيف بتصير هيدي؟ باخذ انا الفراجمنت تبعيتي بحط لها ريفرس ترانسكريبتيز، صارت دي ان اي او كومبلمنتري دي ان اي. هيدا الدي ان اي بعمل فيه نفس البروسيس اللي كنت عم بعملها قبل، اللي هي بحط الانسرت جوات الفيكتور، هيدا الفيكتور برجع تا 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 تا. هيك انا بحط كامل البارت هذا ديل. So نحن عنا DNA is inserted as an هي. So نحن development of RNA synthesis in vitro from cloned DNA. DNA is inserted inside an expression vector in front of شو؟ An active promoter. And expression vector is then incubated with the appropriate RNA polymerases. وهون نحن بصير في عنا transcription and basically أنا هون فيني أدرس ال RNA تبعي. Okay. هيدا بالمبدا هيدا التشابتر. في عندك اي شيء ما كان واضح ما يكون بهذا التشابتر؟ يعني انا هون صراحه كثير حابب ركز على موضوع البلازميد عشان فعليا هيدا من اهم الكونسبتس بالمولكيولر بيولوجي. المالتيبل كلونينج سايت، ذكرين شو اهميته؟ اللي فيه ريستريكشن انزيمز. وليش هو مهم؟ ليه شو بهمني انه انا هو فيه ريستريكشن انزيمز؟ او ريستريكشن سايت كيف ما هنرجع؟ ايه ما هن نحن كيف انا ناخذ نقص الفيكتور ونقص الفراجمنتس ونطبقهم على بعضهم. اكزاكتلي يعني هون يكونوا كومبلمنتري على بعضهم. اكزاكتلي بنفس الريستريكشن انزيم بالضبط. وين موجودين هدول الاماكن؟ انا يعني هون نحن بدنا نفرق بشغله، ريستريكشن انزيم هو الانزيم البروتين، والريستريكشن سايت هو مطرح ما بيقطع هذا الريستريكشن سايت. هن فيهم ريستريكشن سايت. اكزاكتلي، سو نحن عندنا المالتيبل كلونينج سايت، مالتيبل كلونينج سايت. هون كثير سهل نفهم. سو نحن عندنا هونيك ريستريكشن سايت بيقطعوا الانزيمز تبعونا هونيك وبخلونا نفوت الانسرت. ذكريني اذا انا مثلا بدي اتاكد انه انا عند الانسرت بلس ذا فيكتور هو موجود جوات البكتيريا، كيف فينا نعمل هذا الشيء؟ اول شيء بسلكتبل ماركر. شو بياكد السلكتبل ماركر؟ شو بيعطيني انفورميشن السلكتبل ماركر؟ في بقلبه جين ريزيستنس للانتي بايوتيك اللي بتموت هيدي البكتيريا، فبنحطهم البكتيريا بعد ما نعمل انسرشن للفيكتور فيها. ايه صح. بعد ما نعمل ترانسفورميشن للفيكتور عليها بنحطها بميديوم لنشوف اذا رح تعمل اكسبريشن او لا، مع الـ antibiotic. وهذا شو اللي بيأكد لنا؟ بيأكد لنا إنه في بس vector، ما بيأكد لنا fragment. بأكد لي إنه بعدين بنعمل الـ screening اللي هو الـ PCR وبنشوف على الـ gel electrophoresis إذا بيكون عندنا two primers. اوكي جريت. على الفيكتور وللفراجمنت. وشو اللي بيضمن اذا انا مثلا ما كان عندي انسرت شو بصير عندي هون؟ ما بيبين الباند. جريت.
اذا انا بدي اعمل اذا انا بدي ادرس الفانكشن تبع ار ان اي، او بدي اعمل كلونينج لار ان اي سيكونس معين، انا يعني هو بدي اخده من ار ان اي، شو بدي اعمل؟ بدنا نعمل أول شي كلونينج للدي ان اي، كيف بدي اعمل كومبلمنتري دي ان اي؟ كومبلمنتري دي ان اي باي ريفرس ترانسكريبتيز. اكزاكتلي. وهلا صار عندي انا الكومبلمنتري دي ان اي، كيف بيفرق الدي ان اي العادي عن الدي ان اي اللي هو كومبلمنتري؟ الكومبلمنتري ما بيكون عنده origin of replication، الكومبلمنتري ما بيكون عنده بروموتر promoter قصدي sorry والريجيلاتوري سيكونس، بس انت فهمت قصدك ان انت وين عم يعني وشو الثوت بروسس. جريت. ما بيكون عنده promoter والريجيلاتوري سيكونس. اوكي، بيبقى في عندي الاشياء اللي انا بلشت فيهم هذا الليكتشر، عندي ثلاث اشياء. شو قصدي لما اقول ترانسفورميشن؟ transformation يعني transferring the vector into a bacteria. وشو قصدي لما اقول infection؟ infection لما نكون عم نحكي عن virus. yes. وشو قصدي لما اقول، شو بعد في عندنا كمان concept؟ transfection. transfection. ايه transfection. شو عندك، شو قصدي لما اقول transfection؟ transfection. yes. ما بعتقد هون كثير مرقة معنا، بس انا بره هي introducing the component into host. هيدي هي right here into host، يعني مش محددين exactly. انا هلا اجمالا هلا انا انا مشتغل فيهم انه عم تحطوا نحن جوات خلايا، بس انه كمان فيك انت تحطيهم جوات exactly. so شو بعد عندنا؟ I think this is it. خليني اتاكد اذا بعد في شيء. هيدا اذا بدك يعني هيدا اوفر فيو صوري كثير مهم عن هذا الشابتر. دين اوكي اوكي، عندك شيء اسئله قبل ما علي؟ بدنا نحاول بكره 4 و5 نخلصهم. اوكي خليني اعمل بوز او